ما حالت هنايا وكان ما حالي حتى لهنا كله تحرك هادشي. انا دابا في جوليدات الخيريه وجوليدات هما معايا وما حالي ضايع. انا قال لي القيد والمقدم اللي مشيت عندهم وتحرك وجات السلطات هنا قال لي بنيه ماشي ما قالش لي بنيه. انا الامكانيات مثلا باش غنبنيه ما بنيتوش وكان واحد الجو ديال الشتاء كان فصل الشتاء ما بنيت. كان ديك الساعه الشتاء مشيت انا للدار هبطت هو بقى في دارهم صافي. اليوم غدا توقعت لي هذيك الواقعه ديال ولادي. انا هنا فين كنت ساكنه فين كان عاطيني هذاك الراجل اللي في ميريكان دابا انا كنطلب من الناس حتى انايا انا ما عرفت انا ما كرهتش نرجع لهذا المحل اللي تحرق ليا ولكن انا ما عرفتش الراجل اللي في ميريكان واش غيوافق ليا مول البلاد ولا ما غيوافقش ليا. انا حتى انا ما كرهتش نسكن غير حدا هاد الناس جيراني غاشي تكوني على قد الحال حتى انايا ونرجع وليداتي من الخيريه نجمعهم مع خواتاتهم. هادشي اللي كاين وبوهم راه مجدود باقي في الحبس وانا راني خرجت من العفو الملكي. وكنطلب من الناس المحسنين اللي كانوا كيشوفوا هذا الروبورتاج يشوفوا من حالنا الله يرحم الوالدين. وهنا فين كان عساس راجلي هذه هي السكنه فين كان عساس فيها. ساكن مده سكننا مده 7 سنين صافي حتى نهار تحرق لينا خويا داك المحل. حنا قالوا لينا السلطات المحليه بني وعاودوا حنا ما عندناش الامكانيات. هزيت وليداتي انا مشيت لدارنا وهو مشى لدارهم. هي فاش وقع لينا داك المشكل ديال الوليدات غلبونا ما قدرناش. هي فاش داتهم ليا العدوزه ديالي حطتهم قالت لي راه كتجي وتلوح ليا هاد الوليدات داوهم اعتقلونا انا الزوج ديالي عطاوني مده عام. هي فاش خرجت انا في هاد العفو الملكي والبنيات راه معايا والوليدات في الخيريه. انا ما كرهتش يا ربي نجيب وليداتي ونجمعهم هذه هي الامنيه ديالي في الحياه نجيب وليداتي. انا راه توحشتهم مده 9 شهور وانا بنتي مرضت نفسانيا تعقدات من جهه خوتها كتفيق ليا مع 5 الصباح مع 3 الصباح ماما انا بغيت خوتي ماما انا ما حلتي راسي نافسه غنشوف راسي حتى انا مرضت ما حلتي لبنتي الصغيره حتى هي مرضت ليا نفسانيا كتقول لي ماما خوتي كنقولها بنتي راه كيقراو دابا نجيبهم بنتي مرضت ليا نفسانيا. انا كنطلب من الناس المحسنين ان والسلطات المحليه راه حيت محصيين عند السلطات هاد السلطات اللي هي المقدم والقايد حاصينا 2 مرات في هاد المحل مع 3. الا كانت شي حاجه ما ينساونيش الله يرحم الوالدين راه وليداتي في الخيريه وبنياتي هما معايا اليوم ولا غدا راه غتجري علينا الام ديالي ولا اليوم ولا غدا قدر ما عندهم السكنه. هادشي اللي كنقول اخويا الله يرحم الوالدين. انا راه باغا نجمع وليداتي وباغا نرجع للمحل الله يرحم الوالدين اللي كيشوف هاد النداء الله يرحم الوالدين يشوف من حالنا الله يرحم الوالدين.